النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من البيان إليه لسحرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شاعره الحبيب حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وكان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأبيات بالشعر. وكان المشركون إذا هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان بن ثابت: قم فاهجوهم وروح القدس تؤيدك. فكان يقوم سيدنا حسان، وكان يعني يقول كان له لسان طويل يضرب به أنفه، ويقول: لا بقيت إلا تدافع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. فيقوم فيرص لهم الكلام رصا رضي الله عنه وارضاه. النهارده ان شاء الله مع بعض كده هنكرر مع بعض كلمه الهجره رحلتنا بينا. سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. الهجره رحلتنا بينا، الهجره رحلتنا بينا، الهجره رحلتنا بينا، حمل الاسلام لنا دينا، الهجره رحلتها دينا، حمل الاسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي، والكون يردد امينا، والكون يردد امينا، الهجره رحلتها دينا، حمل الاسلام لنا دينا، الهجره رحلتها دينا، حمل الاسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي، والكون يردد امينا، والكون يردد امينا، رحل الصديق عن الدار بصحبه خير الابرار، رحل الصديق عن الدار بصحبه خير الابرار، صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه، ملأ الدنيا بالأنوار، ملأ الدنيا بالأنوار، الهجرة رحلتها دينا، ملأ الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا، الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه، الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه، وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه، وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه، الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا، وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة، وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة، وجنود الله تحيط بهم، وجنود الله تحيط بهم، من نور الإسلام الهيبة، من نور الإسلام الهيبة، وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة، وصل المختار إلى طيبة، والكفار إلى خيبة، وجنود الله تحيط بهم، من نور الإسلام الهيبة، الهجرة رحلتنا دينا، حمل الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلتنا دينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا، بالروح سنحمي المختار، بالروح سنحمي المختار، ونقاتل
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. ما شاء الله. إن شاء الله الآن مع كلمة مع أخونا الأستاذ إيهاب رئيس المجلس ورئيس الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا ونسمع منه. اللهم أمين رب العالمين. إحنا زي ما وعدنا إن شاء الله نخلص على الربع، لكن بعد أخونا إيهاب إن شاء الله في حاجة تانية هنقولها مع بعض. بعدين في أخونا محمود بن جزاه الله خير ونسأل الله له في رزقه وبارك الله له في أولاده جاب لنا شوية حلويات وحاجات تستاهل بكم يعني إن شاء الله. تفضل. صراحة جزاه الله خير أنا دبست في الموضوع اعذرني يعني. لا ده you have 45 minutes to go anyway. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I don't know what to say after شيخ ياسر said and the sheikh said and نعم. لا الميكروفون ده مش تبعي خالص. الميكروفون ده في صدى ومش مزيان ايكو لازم مش هارد ايكو بسرعه. وبعدين اي كان لايك عم ياسر سيد اي كان تيك ات بس ذا ليديز ذا باك ويل نوت هير مي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. We are happy everyone that we are celebrating the hijra year calendar. I was talking to brother Hisham outside and I talk to them, what calendar are we following? Is Hijra day today or tomorrow? Because really it will affect, it doesn't affect us, there is no special ibadah happening today or tomorrow. But really the 9th and the 10th is the problem. Because which day is the 9th and the 10th? And Abu Sheikh Yasser said that hopefully one day someone will come and say, today is the beginning of the year and we're done. Today is the beginning of Ramadan and we're done. But subhanAllah, until this happens, we'll try to make our juhd, our preparation hard to get the right time. The hijrah is mainly, the idea of the hijrah is moving from a place to a place, to building a new place. This place, I'm one of the organizers of it, taking care of it. But really I want everyone, as I always say, to take care of it, to make sure that this place is the best, to enjoy coming here, to enjoy the kids coming here, to enjoy everything happening to us. We're in Canada here, like the Prophet said, went from Mecca to Medina. What did the first thing do? Build a mosque. Build a masjid for everyone to sit in. For everything happening. Some people said when we started, should we make this place enjoyable? And the Prophet ﷺ, we have a hadith of our mother Aisha, the Habash was jumping and playing in the mosque. Is this what we need? Yes. We need to enjoy our time. We need to have this place for everyone, for men, women, kids, with one condition. I want to put this condition for everyone. We need to save the place, to make it as clean, as good as possible. This is, I know, it's not a lecture, but anyway, it's not a lecture, inshallah, you'll hear the khutbah. I'm preparing a khutbah and you will get it in the khutbah if you attend. Finally, kul aam antum bikhair. May Allah make you enjoy it and make you Allah happy. And inshallah, ask Allah forgiveness. Ask Allah to make it a rewardable year. And inshallah, to forgive us on all the sins that we done last year. This is very important to know that every day, not every year, every day goes, an angel comes out and saying, this is the day, it's gone. Use it. For your own sake, for your own help, make the right angel right. Subhanallah, we make the left angel tired. Make him relax a little bit and make the right one a little bit right more. This is my advice to me and myself and everyone. I'm finishing with a story that I didn't tell Brother Yasser, but I want to tell him in front of everyone. And I was coming from the US last weekend. And you know, when you go to the border, they ask you a question, how long have you been? What did you do? Okay, I was ready for these questions, and I saw his name is Ahmed. Usually I don't talk, I know, Ahmed or not Ahmed, he's prepared for the recording, he's prepared, well-trained for asking. And he looked at me and he said,
Don't you give the khutbah at Living Art Center? Don't you tell the people to come on time? Yes. Come on time. Come on time. This is the message. Wallahi, if we learn this message only, come on time. I was with Brother Muhammad Harb last Friday outside, finishing with that inshallah. And a man came and stopped in the delivery place. And I went out and said, please brother, you cannot stand here. And he said, why? Is this the mosque? He came at 1:15 and there's space outside. No, you have to stand here. I said, brother, this is the space, people are coming. He said, okay. The last one was open, and this was John Oliver coming, the liberal candidate, and I saved it for him. And he was coming and going there, stopped him again, said, you cannot. And he started using good language, and he took his son and left. And Brother Muhammad said, follow him. I said, no, don't worry. If you don't follow the rules, it's okay with me. We go to Costco, I hope you heard the khutbah, you go to Costco half an hour. We don't park around, but when you come to the mosque, you want to park on the main door. Anyway, Eid Mubarak, I know I am with the... Kul aam antum bakhir. May Allah accept. Merry Christmas. Merry Christmas. Kul aam antum bakhir. May Allah reward you. Happy Halloween. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhaka Allahu sinnakum jami'an. والله إخوة الإسلام ما شاء الله يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل صفاته أنه كان بسام محير صلى الله عليه وسلم ضحوك السن عليه الصلاة والسلام إنما تكشر وشيء الدنيا على دماغك مش ينفع بحاجة خليك كده ريلاكس ودع الملك للمالك واعمل ما تستطيع وتوكل على الله عز وجل وإن شاء الله سيأتيك الله بالفرج يا إخوة يعني نقطتين بس أتكلم مع حضراتكم فيه. أولاً أبشركم والله. أبشركم بنصرة هذا الدين. أولاً وجودنا في هذه الديار هو الدليل الأول على أن هذا الدين منصور. وأنه تحقيقاً لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة بيكلم شعب عرب في الجزيرة العربية يدوب بس مكة والمدينة وقال لهم إن الله تعالى ليتمن الله هذا الأمر. حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ليخشى إلى الله والذئب على غنمه هو قاعد لسه من مكة والمدينة وبعدين صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها المشرق والمغرب أندونيسيا في آخر الشرق وإحنا في كندا وفيش بعدين حاجة بعد كندا إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وده احنا هنا بنعبد الله سبحانه وتعالى قبل 200 سنة اعتقد ولا لو رجعنا شوية ورا ما كانش في حد يعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الديار ببركة وجود حضراتكم في هذه الديار اصبحت مراكز واللي جه في الاول خالص كان يقول يا دوب كان في مسجد واحد بس شوف فضل الله تعالى علينا الان في كم مسجد في المنطقة شوف فضل الله سبحانه وتعالى علينا كيف انتشر الاسلام بوجودنا باشخاصنا وبتكثير نسلنا نحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها ونحن الآن نعيش هذه النبوءة بأن نتواجد في مثل هذه الديار حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل فالبشارة الأولى يا إخوة الله أبشرك أنا وإنت وحضرتك وكل أولادنا دول إحنا نحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد والمنة فقط علينا أن نتمسك بهذا الدين وأن نربي أولادنا على هذا الدين ونشكر جميعا كل اللي حضر في هذه الليلة وحضر بأبنائه ويعود الأولاد على القدوم إلى المسجد النقطة الثانية وهي الأهم وهي هو ما هو دورنا في هذه الديار I believe that everyone of us has a responsibility your responsibility as a Muslim والله if anyone of us took as a Muslim in his job with his neighbors with everywhere he will go والله will change a lot والله will change a lot and we have to put in our mind that Indonesia and Malaysia and all these countries they accept the Islam because of the habit or the manner of the business people
So we need to recover them and to be a good example for the Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of us, Allahumma ameen al-Rahman. أخيرا حاجة نختم بها وأروح للحاويات. حديث عن سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه. يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: كانت ليلة قمراء وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذ بي والله أرى وجه رسول الله أشد نورا من القمر صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فاتفقت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لنور وجه رسول الله أكثر نورا من نور القمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في الحديث يقول: إن الله قد أعطى يوسف نصف الحسن شطر الحسن وقد أعطيت الحسن كله إلا أن الله كسى حسني بهاء ووقارا. فكان عليه هيبة صلى الله عليه وسلم وقار عليه الصلاة والسلام. في كتاب الشمائل المحمدية في صفات كثيرة عن الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الشعراء بدأ يقول هذا الكلام، هنكرر مع بعض بس كلمة قمر 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 مع بعض كده مع النغمة وربنا يستر عليك إن شاء الله. لو كنا في الأزهر لو كنا صغيرين كنا في فرقة الأناشيد ففي يوم من الأيام واحنا بننشد احنا كل نسينا الكلام كنا بنتدرب بقينا اسبوع فالاستاذ يقول الله يعمر بيوتكم بيض وشي يلا يا ولد سامحونا اذا كان في اي حاجه. الشاعر يقول: واجمل منك لم تر قط عين واطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوا عليك. هنكرر مع بعض كلمة قمر قمر سهلة جدا دي، يعني ايه هي بيسموها متفاعلون في العروض متفاعلون قمر ضحوك السنين العاشق رماه.
فهي القلعة فالمولى اصطفاه وكل الكون من أنوار طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلى الله عليه وسلم. وأنا جزاكم الله خيرا نشكركم. هي بداية يعني على فكرة الفكرة ان شاء الله الله يضعف هنقول الفكره. بس يا اخوه انا لقيت ان احنا مش بنجتمع خالص ومعانا يعني فعلا قامه علميه كبيره وهي شيخنا واستاذنا الدكتور سمير مطر. وللاسف الشديد يا اخوه العدد بيكون قليل جدا في الحضور، فكنا نحاول نعمل حاجه نجمع فيها الحبايب.